كل حدث قبلها باسبوع فترة وصولنا، اليوم اللي بعده بيكون يوم راحة تجهيز، ومن بعده بيكون عندنا يومين تدريب للرالي، ومن بعده طبعا يومين عندك إقامة الرالي. طلعين على التمرين وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق إن شاء الله. والله مثل ما تشوفون يعني نعبي السيارة بترول وراح نبلش المراحل. عندنا مرحلتين الحين تقريبا قريب عمان، واحنا بالبحر الميت راح نخلصهم. عندنا من الفترة من 9 لين 12، ومن بعدها المراحل الثانية راح تبدأ. Turn right. Into left 5. In the crew, it's very important, as I say, that the feeling is good, because of course, from my point of view, I have to trust the driver. In this case, Nasser, how he's driving, because okay, he has the steering wheel in his hands, and of course, he must trust me because I'm reading the pace note and we are going very, very fast. And honestly, I trust him absolutely in the 100%. عملنا البيس نوتس، عملنا كتابة المرحلة طبعا بهالطريقة، يعني المعلومات هي كلها موجودة. ايوه، وراح الحين نراجعها. 40 رايت 4 مايلز اوكي. تدريب لمراحل الرالي لها سرعة معينة اللي هي 80 كيلو بالساعة للحفاظ على التربة والأرضية، يعني هذه قانون عالمي ولابد أن احنا نحترمه. عندنا فلات تاير. We have a puncher. بنحسن حظنا بنشرنا ونسلم عليك. كيف الحال؟ هذا جدا مهم. طبعا عندنا فترة تمرين لمدة ساعة. اليوم خلصنا البراكتس للرالي، وإن شاء الله يعني عشان نكون جاهزين للحدث، لأن درجة الحرارة هنا في بحر الميت جدا عالية، خاصة يعني مع سيارة الرالي راح تكون جدا صعبة. مرحبا بك. جاتك العافية. أخبار السعيدة. كيف الحال؟ الله يسلمك. متحمس فيك. بس بغيت تعلمنا يعني شيء بسيط على كل ماكينة، يعني 2 minutes ناخذ عليها. أستاذ ناصر، السيارة معك فورد فيستا؟ إيه طبعا، الفورد فيستا للرالي. بالنسبة للسيفتي، كيف السيفتي؟ والله شوف، السيفتي يعني جدا مهم برياضة السيارات. السيفتي يعني هو تحت منظمة الاتحاد الدولي. السيفتي بالسيارة الرالي راح يكون دائما 100%، يعني تختلف عن السيارة العادية. الحماية الموجودة والسيت بيلت والكرسي تبع الرالي يعني دائما مختلف عن السيارة العادية. الكرسي تبع الرالي شو بيفرق عن السيارات العادية؟ بيكون الكرسي مخصص للسايق، ولأن تعرف بيحمي ظهر السايق، لأن يعني السرعات عالية، لا قدر الله إذا في حادث طبعا بيكون السائق ملموم بالسيت بالكرسي،
وطبعا السيت بيلت هو ست قطع بتجي للسائق وللكودرايفر، ويعني الحمد لله يعني فيها سيفتي يعني 100%. نكمل تمرين كوتش. في فترتين هي للتمرين لللياقة، الصباح قبل لا نطلع على التمرين الرالي، من بعد ما نخلص من تمرين الرالي أجي تقريبا لمدة 45 دقيقة، إنه يعني أخلي الجسم شوي يرتاح بالتمرين، وبس من بعدها بنكون يعني فاضيين، يعني ما عندنا أي حاجة، وبننتظر وقت الغداء الحين. After, you know, like second lap, we run 175 and 160. On the second pass. Yeah, in the second pass, okay. You know. So but okay, we start. We're 10 mil higher than that now. Yeah. We're still 10 mil lower than where we were last year. Last year was higher. Okay. Yeah. We know what NASA needs, and NASA knows what he needs. And we can, usually we can find something together very, very quickly, because NASA knows what he needs. Some drivers don't know what they need. NASA knows exactly what it needs to be fast on each event. كل بلد لها ستب، لها معايير ومقاييس تختلف عن الراليات الأخرى. يعني رالي الأردن نحتاج إحنا السيارة تكون واطية، يعني تكون بريسايز ستيف أكثر من تكون طرية، يعني هي الفيلينج يعني أهم شيء. مسموح لنا ان نسوي تيست للرالي ونجهز الرالي وناخذ الفيلينج بالسياره وكل شيء تمام، يعني الحمد لله، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله في هذا الرالي. Because the Dead Sea area is very, very low on the altitude, and the air pressure here is very high, and also the air temperature is very high, we have to be very, very careful with the engine performance, because it's very easy to lose
an engine in these conditions. So we've spent a lot of time today just making sure that the engine is fast but safe. نهارنا اليوم طيب، خلصنا التمرين، عملنا تشيك داون، تيست على السيارة، حاليا مبسوط بكل شيء. وطبعا بكرة راح يكون يوم ثاني لانطلاقة الرالي واللي بعد الرالي إن شاء الله. The purpose of scrutineering is primarily it's for the safety issues. Obviously, the cars are travelling at high speed, so the scrutineers firstly check to make sure all the seats, the seat belts, the roll cage, everything is undamaged and complies with the regulations, because safety has to be the number one concern for the driver and the co-driver. And then the second purpose of the scrutineering is to make sure that all the technical details of the car are correct. There is a minimum weight for all the cars. We're not allowed to be too light. But if you're 1 kilo under, bye-bye. NASA's in the hotel today. He has to relax a little bit. He's had 2 days of recce. Said that a press conference, a ceremonial start today. Today is just a day for him to relax a little bit. The co-driver is in the hotel checking all the pace notes. Today is normally for me the day that I have to check and clear all the pace notes. It means that after the two pass on the, every stage, we check the pace note, we write if there is a new stages or something like that. And after that, today I have always to clean, work, and check that everything is clear and perfect for tomorrow when we'll start the rally. We like this rally very much because the stages are beautiful, but for sure not easy because the surface, especially this year, is very losing. It's very slippery, and outside the track there are big stones and rocks. So it should be very easy to make a mistake and broke the car and so lose the rally. So for this reason, for sure we have to take care, but we are in confidence that we can do a very good rally. نتناول الحديث قبل الانطلاقة ونشوف يعني ايش الفكر لكل سائق، ايش يفكر. وهذه طبعا كلنا يكون متحفظ في الرالي، وان شاء الله يعني نتمنى الفوز بهذا الرالي لانه جدا مهم بالنسبة لي. سيداتي وسادتي، البطل على نفسي سلام الجمال رجال جيوفاني برناتشيني. إنجازات البطل القطري كثيرة. طبعا خلصنا الانطلاقة العادية اللي حقت الرالي،
والحين رايحين على الهوتيل استعداد لانطلاقه رالي الاردن بكره ان شاء الله. يعني متاكل اكثر من الخلفي. صباح الخير. طبعا اليوم الاول من رالي الاردن الدولي، مثل ما تشوفون بدري اليوم، الاجواء راح تكون جدا حاره. ان شاء الله نتمنى التوفيق وراح نضغط باول مرحلتين عشان نشوف وين ترتيبنا. أول سيارة تنطلق بتنظف الطريق، حجر كثير، أهم حاجة أن نأخذ الفيلينج من أول مرحلتين وبعدين راح نغرر إذا ندعس أو لا. خلصنا أول مرحلتين، جدا الطقس حار، متصدرين وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق في المراحل الجاية، والسرعة اللي احنا فيها يعني جدا ممتازة وإن شاء الله نتمنى التوفيق اليوم. Done two stages now, the car will come into the service. The mechanics check every single nut and bolt to make sure nothing is coming loose. With no real concerns over the car, everything's going according to plan at the moment, so we'll have a very routine service. The car will then leave with new tyres and we'll try again. يبي يعرفون شو الكومباوند مال التاير، بس ما كان عندي مشكلة يعني part of the game يعني. Thank you.
الدوائر الأماميين دائما بياخذون حرارة أكثر من الخلف، ولهالسبب احنا بنبدل الفرونت رير فرونت لتفادي حرارة التاير. لأن تشوف انت الأمامي كان يعني متاكل أكثر من الخلفي. يعني عملنا وقت أحسن من وقتنا اليوم الصباح، يعني كثير مبسوطين في ليد كبير اليوم. إن شاء الله يعني نتمنى التوفيق بكرة، لأن بكرة أهم شيء. طبعا اليوم الثاني من الرالي، اليوم احنا متواجدين بالبرك فرمي، وراح نطلع الحين على السيرفس على الصيانة لمدة 10 دقائق، من بعدها يعني راح ننطلق على اليوم الثاني من الرالي. يعني فوز مستحق، والحمد لله يعني هاي ثالث فوز خلال هاي السنة، وجدا مبسوط. وصراحة يعني أشكر جميع السبونسر وأهدي هالفوز لسمو ولي العهد الشيخ تميم. بعد رالي الأردن تابعونا في بطولة العالم.
يعطيكم العافيه. طلع يعني انه يكون في بوديوم هالمره ان شاء الله على الدبليو ار سي. Great for everybody, it's great for Paul, great for Qatar. I'm very grateful to what Qatar is doing for the sport globally and for motorsport in particular.